خليني اقول لكم، واحنا بنتكلم على النادي الاهلي، واحنا كنا بنتكلم مع سيادة العميد ان النادي الاهلي بيبحث موقف الانشطه الرياضيه، وبكره في اجتماع وهيشوف النادي الاهلي ايه اللي ممكن يعمله في الفتره القادمه. هيوقف النشاط اسبوع اسبوعين، هنشوف من خلال الاجتماع غدا. كابتن محمود الخطيب بيجتمع بلجنه التخطيط لحسم الصفقات والمعارين في الوقت الحالي، ويمكن ايضا حسم الراحلين ايضا عن النادي الاهلي. واحنا بنتكلم على النادي الاهلي في كلام كتير عن احمد فتحي، انه تلقى عرض من نادي الزمالك. يمكن السنه اللي فاتت كلنا عارفين، كل الناس عارفه ان العرض كان بيصل ل 20 مليون جنيه، ويمكن كاش يعني كاش كده لاحمد فتحي 20 مليون. السنه دي زاد ل 30 مليون ايضا كاش. ده كلام موجود بحقائق، انا بقول لكم بحقائق. ولكن اعتقد ان احمد فتحي ممكن يكون ممكن ما يهتمش بهذا العرض، لكن الفلوس ممكن تكون مغريه بشكل كبير. هنشوف الفتره اللي جايه ايه اللي ممكن يحصل من هذا العرض اللي اتقدم لاحمد فتحي من جديد، ويمكن ممكن تكون صفقه رد على صفقه كهربا وانتقاله ايضا للنادي الاهلي.